الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. دواء وك بحثي أويك كخبر مفرد به وخبر جملة به. دواء أو بحث ذكاء دفرمية خبر ددن لمبتدا خبر ينداو لمبتدا بظرف يا بحرف جر، يعني جار موجود بيت خبر يا ظرف. بجوري كوان ناوين معنى كائن أي استقر. بو ظرفك يا بو جار مجرور مقدر ذاك معنى كائن أي استقر، يعني ذاك لي أويك تعلق به ولا بس ظرفك يا جار مجرور مفرد به كائن أو تي خبرك خبري مفردة يا استقر فعل به وكو استقر خبرك مرتسيا جملة. إذا أما أمش توزق نارحته جاجوان إن شاء الله توجف المو. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخبروا أرزي برادري خومكم عن المبتدأ بظرف نحو الركب أسفل منكم أو بحرف جر مع مجروره كالحمد لله حال كونهم ناوين أي مقدرين له متعلقا اسم فاعل أو فعلا هو الخبر في الحقيقة ولا يكون إلا كائنا أو استقر أو ما فيه معنى كائن أو استقر كثابت ووجد ونحوهما. على خبر يندا ولا مبتدا بظرف جائز ظرف كفرغناك ظرف في مكان يا ظرف في زمان چون كدي جان بو خبر دبن بلا منتهى الشعر بعديدا بو من توضيح ددا آيات ظرفك لم دو ظرفان آية بكاري همنو مبتدا يدي يعني أو الشعر بعديدا بحثيك. وكو والركب أسفل منكم إذا الركب مبتدا أسفل خبرة الظرفيشة طلع الأخوار إيه هو دي الأخوار إيه هو الظرفي مكانه كوا بوت خبر بوتي بورك يا بحرف جر خبر يندا ولا مبتدا البته بحرف جر كبتني أنا لقل مجرور كي إن أخو حرف جر بتني أنا وكو الحمد لله الحمد مبتدا لله جار ومجرور متعلقة بمقدرك وخبرتي خبري الحمد لله. حال كونهم ناوين بو يدل حال كونهم بس أوايا ناوين كجمع حال لفاعل أخبر كواوكي يعني أو جماعة عرب علماء هرشتيكن كلب مبتدا خبريان دا وبزر يا بحرف جر حال ينوايا مقدرين له مقدر ذكا له بو خبرك كظرفك يا دار مجرورك يا متعلق مقدر ذكا أما تائرة اتفاقية بلان ليرة بدواء اختلافية مقدر بونك كذكرت تقديرك اسم فاعلة يا فعلة برق اسم فاعل تقدير ذكا بو متعلقك برق مثلا دلان الحمد لله متعلقة لله بكائنه نو برضلان ناولا بكانه يا نا فعل مقدر ذكا كهو الخبر في الحقيقة جائزتي متعلقك متعلقك انك متعلقك عفو ظرفك متعلقة اسم فاعلك يا فعلك متعلقة جائزتي اسم فاعل بيت فعل بيت او خبرك الحقيقة انك ظرفك وانك جار من كظلم زيد عندك عندك كظلم خبر الاصل او خبرني لا وقده متعلق كي خبرة كفظن بلنتي كائننا مثلا يا كان يا مثلا ديت الأويج نابت أم متعلقة إلا كائننا يا استقر يا أويك لو دا هي معناه كائننا استقر وكو ثابتن وجدوا نحو أمانا وكو حصلوا أمانا لابسوا أمانا شمان هي جاء لي ركندا أرضي برادري خوما كم يما قتمان لبيشة وخبر يا مفردة يا جملة أما وادر ذكي وكذا دلو أخبروا بظرف أو بحرف جر كأما بشي سيهم بيت خبر مفردة بي جملة بي جار مجرور يا ظرف بيت نا بشي كنية علين أجا متعلق ظرف جار مجرور اسم فاعل بو أو خبري مفردة خبر هالمفردة
هجر متعلق جار مدير يا ظرفك فعل بو او خبرك يا جمله فاز قسمي كي سيومني اعملت تجنج اشتكي هروا قلتوا بلان استي مطلبك هيا لم كباني كذا متاسفانه كمتر توجهي بيك راوا جاجوان جواب اظهار خندوا اظهار كتبي اظهار ار ايتي نخندوا لاظهار اشتكي جزئي تلا كاك جم اما ظرف دو بشا يا ظرفي حقيقيه كبيرا ظرفي مستقر يا ظرفي لغوه بيضا ظرفي مجازي شبيلا ظرفي حقيقي بكورتي كبيرين دو شرطي لبيت شرطي كان اويا متعلق كي فعل عام بيت او فعل انا بكفيل عموما مثلا كان بوها مشتاق لبيت وجد بوها مشتاق لبيت اما فعلا فعل عام يعني فعلا اما بصورة كي سادة بودالهم ارزي برادري خوم كم ودبي او متعلقش بيه محذوف بيت زميرك مثلا لمتعلق كذاك كان يستقر يا هرشتك كفعلك حزو لكن زميلك حزو لكن زميلك منتقل لكن بتي بظرفك يا بجار مجرورك جابو يا جار مجرور ظرف عمل ايش دكن وكل شرح شذور ده لو بشدا كبحسي او انا دك كاريا كاري فعلا ليدا بحسي كدوا ولا مغني لبي بجدا بابي سي ترخان كدوا باحكامات باحكام جمله جار عفو بابي سي ترخان كلوه بأحكام زرفو جار مجرور جا أجر متعلقك فعل عام بو دو حذف كلابو أما فعلا زرفي حقيقي ليس هذا جالبا واملة بلا هر زيد في الداري مثال لنا تانا دلا ما زرفي حقيقية بو شنك متعلقك استقر فعل عام استقر بوها مشتبكة لجيلي عرزي زناب الدكام أو فعل عام دواتريش حسفش بو أما أجر أم دوشة داني كأنها تجي متعلقك فعل عام نبو بلكو فعل خاص بو فعل خاص بو كتي وكو أكل نوم شرب ذهاب خروج أما أنا فعل خاص فعل جنين بوها مشتبه كان بجيلين فعل خاص يعني فعلا مثلا أرزي زناب الدكم لظرفي مستقرة يا لظرفي حقيقي دا مثلا وقت دلين أما متعلقة كيف يعني عامة حالتي كي أكثري هي بلان مثلا حالتي وكو أكل نوم أمان حالتي كي دائمينية حالتك حالتك دكري استيتو لحالتي أكل ده بي دكري مدتي شكرا حالتي دا نبي يعني تحدث حدوث تجددي تيامت لها بلا لا أفعال عام لنا الحمد لله ككائننا يحاصلني بردوام بلا لو كان كذا مثلا بوجورين يسب والدلم جاء أقل متعلقة كيف يلي عام نبويك دو واجبنا وحصف بكريت هر كامل لم نشتنا تجيب يلا نظر في له ليس هر هر مثالك بزيد في داري دين الثاني مثلا زين في داري أما كاتيك كمتعلقة كيف يلي خاصة وكو زيد في داري متعلق في بأكله مثلا يعني زيد أكل في الداري أو كان لزر في له مستقرات ولي زيد استقر في الداري بلا أميان دلتي زيد أكل في الداري دي زيد لما روايا أما فعل عامة بلا زيد دخوا أما تيا خوارن تيا فعل خاصة بس بونك فعل عامة بلا خوارنك فعل تيا خاصة ولا فارسي دا ظرف حقيقي ترجمة كي بأستا ترجمة كيف بأستا زور جوان تردك زيدون في الداري زيد درخانة أست أو أستا أو ترجمة ظرف حقيقي كي بس إسا زيدون في الداري أجا تعلقي بس بأكلوا أو لو أقلتيا ظرفي لغوي بيضلا يا ظرفي مجازي بيضلا وأو وقتا يا أجا متعلقة كي حسب نكلابو تصريحي بيكلابو مثلا بفرض مثال حال يرزم نبي تو يستي ضلي ضربت يوم الجمعة يستي يوم متعلقة بتي بضربه دي ضربة هم فعلي خاصة هم مسكوري شا متعلقك حذف نكلاوة
پس ام بابته لمبتدا دا كدلين دبيت خبر لي حالي ببي او بشانه كظرف حقيقي ظرف مجاز يا لغو نابت خبر بمبتدا لي تجلس متعلق كيفيه لي خاص بيت واجب جني حذف كده ذكري حذف كده اما ذكري حذف شنو كده بله بذكر ذكر كده يا ذكر نكري مشكله ني بلان واجب ني ذكر بكري واجب جني بله زيد في الدار خو او بلا انا او ذكر نكرا مثلا بلا لو كي كذا ذكر كذا ذكر ذكر بكذا ذكر ذكر نكرا دولا كي هي بلا لم متعلق ظرف حقيقي حتما لا لازم دبي او متعلقه حتما بواجب تي عليك السلام ورحمه الله بواجب تي حذف كلابت جاء ام بشيان لمنظور ام توضيح جزئيه كدام توضيح مدا ولا شوي نش كذا تكرارينا كما هو اوشتيا منظور او تيكي او ظرف حقيقي كيا دبيت خبر بمبتدا ان ظرف مجازي كا كزميري تدانيه وهج عمل يجنا كلا واقع دا او نابت خبر بمبتدا علم حالي بوكا متني الفيه جران جراني كي اويا بدليل توضيحاتك زياد لحد دي الواقع دا اما تو هل اولي ظرف جار موجود دبيت خبر دي خامو جار موجود يجني اخره همو ظرف يجنيها ظرف يك وجار موجود يك كمتعلق كيفيه لعام به واجب الحذف به وانتقال زميلك دراب فعل محذوفك وبلو جي بلو ظرف خيا جار موجود يك مثلا القران ده يا مهمنا لصور ابراهيم ده افي الله شك فاطر السماوات اعرابي اتك كبي كي تشون لكلت افي الله شك همزه همزه استفهام ضل محل الاعرابي ليه في الله هي بيت خبرك اها اها شك ده بيت مبتدا مبتدا مؤخر مبتدأ مؤخر اما اعرابي كما اعرابه زور قوينيه اعرابي صحيح كما يا همزه زي صفه محل الاعرابي نيه في الله ظرف حقيقي قال النبي او وقت متعلق بشيء لم فعل عام انا شك فاعل كيتي فاعل في الله هي لم حاربي فاطري صفتي الله يا جاء الي ردا ارادي تدانيه اوا بل لو اولان بل في الله خبر شك مبتدا ام جاء فاطر صفتي الله ارادي درز ارادك شيء لبين الله كموصوف ولبين فاطر كصفته فاصله باجنبي كوتوا كشكنا چونك شك بالنسبه في الله هو وانك اجنبي لا قاعده بل اقبلين شك فاعل في الله هي فاصله كوتبو شنك فاصلة بفاعل كوتوا فاعل بعامل أجنبينية حمي شيخ عندما أنا فاعل جزء كلسي لعامل أجنبينية نوع أما توضيحاتي كيفي هي بلان بمن دا اكتفادة كما من لواقع دا زوت شاك كاكي من تأرخو حالبي زوت شاك أم جا أجر كائن كان بو لتقنتي أو كان يا أرزي برادري خوم كم كاني تامة كاني ناقصين يلي تغنز زيد في الداري متعلق بيا بكان يا بكائن نوا أول لي تغنز تامة ناقصين يا بخاطري خو أوشت حالي ببي لو مطلوبة فرع أم فرع توزيق ورد جوان جوية بقرا توزيحاتك لما ناخوشت لسري هي يجب حصف هذا المتعلق وشذ التصريح به أم متعلقه وكو أرزم كدي واجبتيا حذف بكريت بلان أجا تصريحي في كلابي شاذة يعني بالأساس قواعد نية في قوله شاعر معلوم نية شيء دل لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن معنى شركة جالبة دل تو بردواء يعني عزته قولي بوتو هيا بو شرطة كهاو بيمانة كد أوي كبشوين تويا عزيز بيت بزرقوار بيت بلان وإن يهون أجر زليل بيت خار بيت أتو لوسطي واي للاي وسطي تي هونو زليلي دا بحبوحاتو كل شيء يعني وسطه وقت أو كسيتو بشتل بيه بسطو أو زليل بو أتو لوه لنها وراسي زليلي دا إيسي ليرا كان دا شاريخون سيسي لسر كائنونا هن يعني زلت خاري
إيه شاهد مثلا كائنون ليه ردا متعلقي لدايا كلدا ظرفة دي كلي ردا تصريحي بيكلا أو شعزو غلط لسر أم شعرش دقتك مطلبك بلين أو يا إن مولاك عزة مولاك مولا اسم مقصورة لواقع دا فاعلة بو فعلك محذوف كمذكورك تفسيري كاتو يعني أصلك آوى لك العز إن عز مولاك عز ويا آوى أو أو زرتك وإن يهن إن يهن إن شرتي أمجد بالي يهن شرتك يا فأنت لدى قتمان وقت الجملة اسمية دبي بش جواب شرط دبي تشيب تسر في بس تسر بس فأنت لدى بحبوخة الهوني جوابي إن يهنا أي إن مولاك كأو الشرتك وجوابك حالي بابجان أو كالي شوية أرزي زناب الدكم أما أندلين لك العزوك لبيشوية دليل جوابك بس جوابي أما حزوفة إن أولك آوايا أصلك إن عز مولاك فلك العز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهوني تم قيش شكاك برا أما أم تعليق جزئي ضروري بو ثم إن قدر اسم فاعل وهو اختيار المصنف لوجوب تقديره اتفاقا بعد أما وإذا المفاجأة لامتناع إيلائهما الفعل فهو من قبل المفرد وإن قدر فعلا وهو اختيار ابن الحاجب لوجوب تقديره في صلته فواضح أنه من قبل الجملة ولا يخفى أن إجراء الباب على سنن واحد أولى من الإلحاق بباب آخر أم تيكا توزيورده إيسي بحث ما كرت كزرف جار مجرور ببشي سيهم دان أندري درق أو دفرمي دلب باشان أجل اسم فاعلك تقديري خوار بشي عفو زرفك جار مجرورك تقديري خوار متعلقك بشي باسم فاعل يعني أجل وفرس كرا متعلقة كاسم فاعل بو جاء أم جاء فهو من قبل المفرد أو تتمي بحثك أو فهو جوابي شرتك أجر مقدر كلا متعلقة كباسم فاعل قتمان كائنون ومستقرون يا حاصلون يا صابتون أمانيا أو لقبل المفرد ما شباب جاء يعني خبر كمان شيء خبري مفردة كيما دلين زيد في الدار بمعنى كائننا زيد كائن في الدار أما ليرة دام منا تارم توضيح حكيت بودم دوبارة بروابك بيوم خوشة بمان قيب سيتي بخونجة بلا أم كتاب كتابي أول يبالي ليبك زالة زام بتوضيح كان بتعقد بيا يا نيدا زايد قفل مباوكي من جوان جوا بقدا إما كدلين زيد في الدار أما مطلبك زه زرور دام كما قال زيد في الدار فرضا تعلق بس بكائن زيد مبتدا كائن في الدار وجمله خبر او خبر كيتي كائن في الدار جمله نيه درست في الدار كي وكائن نشهيه لتقنته فعل لقل فاعل تزاهر به مستتر به جمله بلا اسم فاعل هر شيء كي لقل ضابط جمله نيه لتقنته اما مفرده رحمتي اخوان دقيقا اما طلب اللبير به بس على أجر متعلقة كاسم فاعل بو زيد في الدار مثلا كائن بو يا حاصل بو أو خبر خبري مفردة جملة نية جاء أم جاء وهو اختيار المصنف مصنف واتي ابن مالك أم اختياري كدوة يعني ترجيح داوة اسم فاعل تقدير بكريت لمتعلق زرفه جار مجرور دا أو ترجيح داوة كتبت اسم فاعل بيت بو لوجوب تقديره اتفاقا بعد أما وإذا المفاجأة لبر أوي واجب هي تقديره تتوب شو اسم فاعل لبر واجبوني مقدر كديني اسم فاعل باتفاق علماء لدوا شو لدوا أما وإذا المفاجأة دي لدوا أما وإذا المفاجأة دلين واجب اسم فاعل ببدنك فعل بو لامتناع إلائهما الفعل لبل أوي منع وواقع بوني أرزي الجناب الدكم فعل لدوا أم دوانوا أو هما إلهما أتته بو أما وبو إذا حالي أرزم دبي
ابن مالك أوى دلي أصل لخبر ده أوي مفرد به ودلي أمي سفعله لبرش من ده واجبه ببيت أويش لشوينك ده كنا جنج خبرك فعل بمثلا بمثال أما بنسا أما عندك فزيد أما عندك فزيد زيد مبتدأني عندك خبرك يتي دي أقبلين متعلقة بفعله وغلطة عنده بلين أما كائن عندك فزيد غلطة بو بلين أما كان عندك فزيد غلطة بو چونك لدواء أما وهيج كاتي فعلنا بو مثال إذا فجأك بنسى خرجت فإذا عندك زيد إيسا عنده خبري زيدين يا مقر الظرف وبيشكبتوا خرجت فإذا عندك زيد دي أما إذا مفاجأة حال لازم نبي عنده خبرة بو زيدي دي بلين عنده متعلقة بإستقرار مثلا يا بكان وغلطة بو شكرا باتفاقها معلمة لدواء إذا مفاجأة وهمشة اسم ديت فعلنا عاد فزيبنا مالي بمدو دليل دليل لبرشون دا واجبة اسم فاعل مقدر به وكو أوك خبر لدواء أماو إزاي مفاجأة وبيت زرف بن واجبة متعلقة يعني اسم فاعل ببجونك لدواء أماو إزاي مفاجأة بقرار قطي فعل ناتاتو تقدير فعل بوكي أما تأيد ابن مالك هم لكافية دا هم لتسهيل دا دي أقرأ أبو فهم من قبل مفردة وخبرك مفردة أما وإن قدر فعلا أما أجر متعلق زرفك يا دار مجرورك تقدير بفعل كلا كاختيار ابن الحاجبي كأوش بصند ابن حاجبة خوا درجات عالية أرزي جناب الدكم فواضح جاري اللي يجب تقديري نالين فواضح أنه من خلال جملتي إتو أشكرا يتخبرك جملة وكات شنك فعله فعلك فعلك كلا قلا تفعله فعلك بتوان جملة بو أمكارك لو ابن حاجب دلي لوجوب تقديره في صلتي هي تقديره أتيته بفعل بابجان وين قدر فعلا لبر أوي بلاي وأوي واجبة مقدر كدني فعل لصلة ده إما خوين دمان أقل بيرد به لباسي موصولاتا لويش دا من وام لبيركتم بحث ليكين وجملة أو شبهها الذي وصل وجملة أو شبهها شبه جملة ظرف وجار مجرورة لذا بحث ما كل كوتي ويتعلق الظرف والمجرور الواقعان صلة باستقرار محذوفا وجوبا دي قد كلا صلة دا أجا الظرف يا جار مجرور بن بظرف حقيقي بن بصلة متعلقن باسم فاعله بواجب دي متعلق بتي باستقرار يا كان يا حصل يا ثبت يا وجد بو أخبى دليل أجا متعلق باسم فاعله دبيتها مفرد دي سيلاش دبيتها بيه جملة بيت ابن حاجب هاتوا كدوتي يكبا تيتي وكو لسيلة دا كزرفيا جانوز دبيتها سيلة دبي متعلقة كي فعل بيت بالي رجدا فعل بيت يم حاليوي رحمتي خوال لبي جاء ما ابن حاجب تبعيتي لزمخشري كدوا زمخشريش لأبو علي فارسي بويا فعلا تقدير كتو أنا أصل لفعل دا أصل لعمل كدن دا فعل بابجا وقتون جي كتو أنا واجب فعل لسيلة دا ببيت ناق اسم فاعل بم دليلة لواقع دا كتو أنا دبي فعل بيت بلان أما إيرادك لكاري أمان دا هيا لم قصدا إيراد هيا إيرادك تيا إيرادك أويا اشتكى دوشتن عليكم السلام ورحمة الله. لا خدمتان يقد حزا أي مزبط يكين يقد حزا إذا زمان ده عشان دقيقة ما ولا خدمتين. أما دلين فرقي هي بو أصل للصلة ده أو جملة بيت وايا أو وايا طلع أصل لخبر ده وكم خبر بيسبي مفرد بيت. هذا دو مقامه ودو شو هنا. أصل لخبر ده أبي مفرد به. بلا أصل للصلة أو ده بيسبي جملة به إذا نيمانا صلة مفرد به بلا أصل لخبر أو تبي مفرد به داش كده جملة به مثلا باشترى
اسم فاعل بلا 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 هر قصي ابن مالك درسترا وعلم أن اسم عفو إجازة فرمو أمزا ولا يخفى أما إيراد لابن حاجب ولا يخفى أن إجراء الباب على سنن واحد أو لا من الحاق بباب آخر على ما مش مخفيني بيادة كديني بابك كبحث خبرة ليردا ومتعلق زرف وجار مجرورة لسر سننك واحد يعني لسر يقرأك سنن يعني طريقة بيك طريقة دائبا زينيوش كتعلق بس باسمه باشترتو بخيطة الحاق كي ببابك وكباب موصولة لولا چونك لما موصولاتا فعل متعلق زرف وجار مجرورة هيا بالي رجلها روا ببيت چونك دو بابي ليك جان وكو عرض چونك دي أصل الصلاة أنك أصل هر واجب الصلاة بيت جملة بيت لو نخوة أتو بترين اسم فاعل ببيان بيت نخوة لو دبي أقل الظرف يكبوب صلاة دبيت متعلقة كي فعل بيت جار ومجرور يكبوب الصلاة دبي متعلقة كي تبيت فعل بيت بو چونك الصلاة دبيت جملة بيت أقل اسم فاعل بيت دبيت هو مفرد دخو مفرد نابت الجملة ويما خوين دو معنا لقطرنا دادا لشرح الشذور دادا لحر كتابي كي نحوي عدبيني دالة الصلاة دبيت بيت جملة بيت بلان لا خبر دانا بلا جملة دا كده ببيت خبر بلان أصل لخبر دا اوه كواتي بيت مفرد بيه پس دو شوينن ابن حاجب هاتوا اي رشي هل قتوا تسباندوه تي بچوه ببابي موصولاتوا او كاري كاري كي صحيح ليا اميش دالة پوشيدنية لجنابت پيادة كديني ام بابا كبابي متعلق زرف جار مجرور لخبر دا لسر يك طريقة كاو التعلق ببصي باسموه او باشتر لو كتو الحاق كي زميمي كي ببابش كي كبابي موصولاته بلان رأي اخيرش كبوخيون وقتا كما تاوبو رأي صاحبي مغني ابن هشام ابن هشام علي عرضي زناب الدكم دو او كأم دو ناكوكي دينا لبين ابن حاجب ابن مالكا افرمي للاي من حق اويا ترجيحي هيتش ينادري نا اوك متعلقة كاسم فاعل بيت نفعل بيت بو چونك دالي مقامك دزاني بجوري معناها لهندي شويندا واد خوازي واقعا متعلق زرف جار مجرور كفعل به لهندي شويندا واد خوازي متعلق جار مجرور كتبه فاعل به تلوم جوا ادامه زرفك يا اخي.